الاتحاد اليوم داخل في أزمة كبيرة مع رئيس الجمهورية وحفيظ حفيظ، يقول أنه ثم حرب اليوم معلنة بين الاتحاد وبين رئاسة الجمهورية على خلفية اعتقال أحد النقابيين وضرب العمل النقابي كما يقول النقابيون. يعني في تقديرك، هل قطعت شعرة معاوية بين الاتحاد وبين رئيس الجمهورية؟ هو الاتحاد معناها فلسفة الاتحاد منذ تقريبا بناها زعيم نقابي الكبير سي الحبيب عاشور، وهو أحد بنات الدولة الوطنية المستقلة، بناها أيضا على ذلك الوعي اللي هو دائما يخلي النقابيين زاد يفكروا في الشقف، لأنه الشقف إذا تكسر وإذا ضاع ضاع الجميع. وفي اعتقادي أنه الرئيس قيس سعيد لم يعلن الحرب على الاتحاد باعتباره أكبر منظمات المجتمع المدني، هو في الحقيقة مشروعه قائم على إعلان الحرب على الجميع، على المنظومات الثلاثة التي أقيم عليها ويقام عليها أي نظام ديمقراطي: منظومة الأحزاب السياسية، منظومة المجتمع المدني، ومنظومة الإعلام. فلما قلنا نحن منذ البداية، قلنا رأي الحرب هذه أو المشروع هذا راهو يستهدف الجميع، وردوا بالكم. كانت هناك تقديرات مختلفة للموقف، وبالمقابل معناها يقولون مبررات بعضها يمكن أن يقبل بعضها مستساغ. في كل الأحوال ما أنا مؤمن به أنه هذه التجربة في هذا الصراع ثلاثي الأبعاد سيفيد الثلاث منظومات في نهاية الأمر، لأنه يجب أن يكون لدينا معناها مجتمع مدني ونقابة جديدة حتى هي تجدد قيادتها، تجدد فكرها، تجدد آليات العمل متاعها، ومجتمع مدني بشكل عام. الأحزاب السياسية أيضا مدعوة إلى نفس الشيء، وسائل الإعلام علها تتعظ من هذه التجربة وتراجع نفسها وتبطل صنايعها المشباهية وتشتغل بمهنية وبحرفية، وتبطل صنعة الكرونيكرات هذه الفاسدة، وتعطي تحترم ضيوفها وتنتقي ضيوفها وتساهم في تنافس من أجل الجودة مش من أجل الرداءة والتفاهة بحجة الإثارة. مجتمعات أيضا محتاجة إلى وسائل إعلام محترمة حتى تكون مجتمعات محترمة.